الباندا الأحمر أو القط اللامع هو حيوان من الثدييات بيتغذى على النباتات واللحوم، وهو من فصيلة العرسيات وأشبهها. والباندا حيوان مهدد بالانقراض، وهو أصغر في الحجم من الباندا العملاق، وبيكون موجود في جبال الهيمالايا والهند. والباندا الأحمر عنده مخالب طويلة وحادة، وبيتميز الباندا الأحمر بفراقه الكثيف الأحمر أو البني. والباندا عنده وجه دائري، وكمان عنده ودان مستقيمة متوسطة الحجم، وهو حيوان بيحب العزلة وبينشط في وقت الفجر، وبيأكل الخيزران والبذور والتوت والأزهار، ولكن في بعض الأوقات بيتغذى على الطيور الصغيرة والبيض والقوارض الصغيرة وكمان الحشرات. وهو حيوان سريع وليه حركات بهلوانية لما بيجي يتسلق الأشجار أو بيدور على الأكل.